وذكرت شركة السكك الحديدية الصينية أن أول قطار الشحن قد انطلق من بريطانيا متوجها إلى مدينة إيوو في مقاطعة جوديان شرقي الصين. انطلق قطار للشحن من العاصمة البريطانية لندن في رحلة يصل مداها إلى 12,000 كيلومتر، يقطعها في 19 يوما، مرورا ب7 دول في أوروبا وآسيا، وصولا إلى محطته الأخيرة في مدينة إيوو شرق الصين. وتعد المدينة مركزا رئيسيا لتجارة الجملة والسلع الاستهلاكية الصغيرة في الصين. وقد أصبحت لندن المدينة الأوروبية 15 التي تنضم إلى شبكة من خدمات قطارات الشحن مع الصين، حيث كان أول قطار شحن صيني قد وصل إلى لندن في يناير الماضي. وتهدف هذه الخدمة إلى تعزيز العلاقات التجارية في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية، حيث توفر الصين الآن خدمات قطارات الشحن السريع إلى 28 مدينة أوروبية، حيث انطلقت منذ مارس عام 2011 أكثر من 3500 رحلة. إن قطار الشحن هذا يعكس إنجازاتي في قطاع التجارة، ويعد أحد إنجازاتي التي حققتها مبادرة حزام والطريق، وقد وسعت هذه الإنجازات مجال أعمالنا. باستخدام القطارات يمكنك أن تحصل على مخزون أمان يصل كل أسبوع، بدلا من مخزون أمان كبير في مستودع ينتظر الحاوية لتصل خلال 6 أسابيع. لذلك فإنه بالنسبة للكثير من الزبائن الذين يعملون في مجال المنتجات برأس مال مرتفع، هذه الخدمة أكثر فعالية.